السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح أوريكم كيف نحضر هذا الأكاونت مال سامسونج S7. أول شيء نحتاج داونلود هذا الفايل، خليه تحت الرابط إن شاء الله. وما نحتاج كمبيوتر أو أي برنامج، اللي تحتاج SD كارت وزايدا سيم كارت، هذا كل شيء. راح نبدأ إن شاء الله. صراحة نخرج سيم كارد ونطفي الموبايل. هسه زين، نخرج سيم كارد، دخل هذا اس دي كارد فيها ملف مالتنا في فايل. اول شيء نضغط عليه الضبط، بس على بلوتوث. نروح على كونتاكت اس نيكست. اوكي ستارت ابديت يلا. اوكي مرة ثانية next. اوكي هذه المرة نروح على بحث سو انترنت براوزر. إن شاء الله راح يشتغل معك 100%. كليك شورت كات ماك. داونلود سيتنج سيتنج. Google Play Service. بس نروح على الفايل مالتنا. هذا SD كارد. وهذا الملف نضغط عليه setting from the source.
دول طلع لنا اكونت، حطيت اكونت جوجل، لحظة دخله ورجع. بس راح نفتح هذا الكود ورجع. مرة أخرى بعدها على ستارت لسه شغال 100 100. نروح نسويه راح نوقف الفيديو من هنا حتى يعمل ريستارت ويرجع، يعني هسه ما عندك أي مشكلة إن شاء الله. وبعد ما سوينا فاكتوري فورمات فاكتوري، هسه زاني شيء.
اول دول الحمد لله الحمد لله لسه شغال. شكرا على المتابعة، بطول شوية فيديو بعرف بس يحتاج الوقت، ما تقول لنا